السلام عليكم الخوت، معكم غياث منير من مدينه القنيطره. واليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو جديد، طريقه كيفاش كيفاش تطبعوا بجوج الالوان هذا اللوغو هذا هويا. والمهم ان شاء الله اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو باش تعرفوا كيفاش الطريقه تبريسيو بالمصلوح بلا ما تبقاو تستعملوا بريسه. المهم اللي ما عندوش البريسه وبغى يستعمل المصلوح، هانتوما كما كتشاهدوا معنا هادو هما الكليشيات اللي طبعش بيهم، وانتوما غتشوفوا ان شاء الله كلشي في الفيديو. كنتمنى من الله تتابعوا معنا الفيديو هذا من الاول حتى الاخر ديالو، وتشوفوا معنا الطريقه كيفاش طبعنا هاد اللوغو هذا. وكتوريتكم في الفيديو اللي فات كيفاش طبعوا الرايه ديال المغرب. وهذه بالنسبه للبابي ديال الفيكساسيون، بالنسبه اللي كيسولوني على الاسم ديالو، الاسم ديالو غير بابي فيكساسيو، تقول لهم راه يعطيو لكم تخدموا به غير بالمصلوح. هانتوما غتشوفوا الطريقه كيفاش درت اليوم. وبالنسبه للورق هنايا بابي كال كما شرحت لكم في الفيديو اللي فاش تقسمت اللوغو في الفوتوشوب وريتكم كيفاش تخدموهم. والمهم كنتمنى من الله تستافدوا معنا في هذا الفيديو هذا، والفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي نحط لكم هذه السيمانه هذه هو اللي خدام عليه دابايا، وغنوريكم كيفاش الطريقه التراسيو ديال هاد جوج كليشيات تراسيوهم وتخدموهم تراسيوهم بالعبارات وهذه باش تحطوهم يخرجوا لكم في طبعه واحده. وكنتمنى من الله تكونوا كتستافدوا معنا، وديما معكم منير غياش منير من مدينه القنيطره. وكنتمنى من الله يوفقنا باش نكونوا حتى حنايا عند حسن الظن ديالكم، ونحاولوا نشاركوا معكم معلومات ونوصلوا معكم معلومات كيف ما نتوما تبغيوهم ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين الخوت، المهم وما تنساوناش تدعمونا وبارطاجيو وتابونا وديروا لايك وتخليو لينا لي كومونتير ودعمونا باش ديما نكون حاضر معكم بجديد. المهم تبارك الله عليكم، راه معكم واحد ود الشعب، وهو اي حاجه كنقولها لكم كنقولها لكم من القلب ديالي. ومن بعد ان شاء الله هذه السيمانه هذه راه غادي ندير لكم فيديوهات خاصين على الصباغه بي في سي وعلى الصباغه سيريكول وعلى الصباغه المائيه. والمهم كنتمنى من الله يكون عند حسن الظن ديالكم، وتبارك الله عليكم الخوت. بسم الله، السلام عليكم الخوت. اليوم ان شاء الله هذا غنصايبوا هذا اللوغو هذايا بجوج الالوان الصغيره هذه، ومن بعد نوريكم الكبيره ان شاء الله ديال الظهر كيفاش غنطبعوها. وكيف ما كتشرحت لكم في الفيديو اللي فات كنت درت هذه الرايه ديال المغرب في الكم ديال ديك التيشورته، وراكم شفتوا الطريقه باش تعرفوا كيفاش تصايبوها في الكم ديالها. المهم بالنسبه لهذا اللوغو هذا عندي فيه جوج ديال اللوينات، المهم هانتوما كتشاهدوا معنا طبعوا دابا ان شاء الله البيض، ولاصوي كنطبع بها هادي 64 على حساب عندي الكتابه رقيقه وداكشي اللي كتشاش كدير لا 64. حاولوا نشفوا مزيان هكايا، كما كنشرح لكم ديما راه بالنسبه للصباغه راكم ضروري خصكم ديروا مع الكودروني والبون فلاش وهادي باش تطلع مزيانه. والكادراج ديالهم كتحطوا كتقادوهم هكا، راه وريتكم كيفاش تقادوا هاد الفيساج وكيفاش تقادوا لوغو الا كان في كليشي واحد بجوج الالوان، راه هادي الطريقه ديالهم هكايا. ممكن نحاول نشارك معكم هاد الفيديوهات هادو باش نبقاو ديما حاضرين معكم وصافي. وكنتمنى من الله انتوما تكونوا حاضرين معنا باش الفيديو يطلع مزيان ويطلعوا فيه ليبي وتفرجوا عباد الله وكلشي يستافد والله يوفق كل واحد. المهم معليناش الخوت، هانتوما كيما كتشاهدوا معنا الطبعه ها هي ناضيه ناشفه ناضيه كيما كتشوفوا. المهم دابا انا نقرب عليكم باش تبان لكم مزيان. ايما هي المهم الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تدعمونا باللايك وبلي كومونتير ديالكم. ودابا ان شاء الله غادي نديروا اللقطه الجايه، الفيديو اللقطه الجايه غادي نديروا الطبعه ديال بحال هذا اللوغو هذا، غير هو غيكون كبير في الظهر ان شاء الله. وهذا نقادو بالطريقه ديال الفيساج حيت مصايبو في جوج كليشيات، غتشوفوا كيفاش غادي نقادلو الفيساج من الاول. يلا وتبارك الله عليكم. السلام عليكم الخوت. المهم بالنسبه كما قلت لكم نطبعوا دابا الظهر ديال الجيليات اللي كنا طبعنا اليوم القدام ديالهم ديال اليسار، غادي نطبعوا اليوم دابا ان شاء الله الظهر. وهذه الطريقه باش تطبعوا تريكلو الكليشي اللي يكونوا فيه جوج ديال الالوان جوج ديال الكليشيات، ماشي بحال الطبعه الاولاني اللي كنا طبعنا صغيره كنا جامعين في كليشي واحد. المهم ان شاء الله هذا الفيديو الجاي غادي نحط لكم هذا الفيديو هذا اللي جاي، راه كنصايبو راه خدام على وديتو ان شاء الله هاد ايامات هادي، غنحط ليكم واحد الفيديو بان كيفاش تصايبو الكليشي وتصايبو الكليشي ديال جوج دلوان جوج ديال الكليشيات كيما حطيت ليكم
في الفيديو اللي فات راه كتشرحت لكم كيفاش تصايبوا اللوغو ديال جوج ديال الالوان في كليشي واحد وكيفاش تصايبوه في الفوتوشوب باش تقسموهم وهادي وكنتمنى من الله تكونوا كتستافدوا معنا وهادشي اللي كاين نقول صراحه الله. ودابا ان شاء الله فالفيديو هذا اللي مور هذا ان شاء الله غنحط لكم هاد السيمانه هذه غادي نحط لكم هاد الفيديو ديال كيفاش تصايبوا جوج ديال اللوغو منين يكون بحال ما هكايا ملي يكون عندنا اللوغو في جوج ديال الكليشيات ما يكونش عندنا لوغو في جوج ديال الالوان مثلا غنخدمو جوج ديال الكليشيات ما نخدموش في كليشي واحد. المهم هادشي اللي كاين تتمناو من الله تكونو كتستافدو معنا الخوت وهادشي اللي كاين صراحة الله. المهم كيما ديما راكم عارفين اللي كنحاول نشارك معاكم داكشي اللي كنعرف كنحاول نشاركو معاكم كامل. المهم كيما شتوها زيرنا لها الكادراج ديالها مزيان هنايا ودابا ان شاء الله غادي نطبعو ديال اللون يعني. كاين واحد الصداع ديال واحد البنايه تيبني هنا والله يسهل عليهم حتى هما خدامين الله يعاونو. المهم الانسان راه هادي هي الحياه سنه الحياه ممكن حاولوا ديما البيض نطبعوه جوج المرات كيما كنشرح لكم ديما البيض حاولوا تطبعوه دوك جوج المرات واخا تشبه لكم الطبعه وقتها مزيانه حاولوا تطبعوه المره الثانيه باش تطلع حسين وتبان تبان من ناحيه اي حاجه تصبر لكم وتكون لكم مده طويله وشي الكليات تعجبو الخدمة ديالكم ويبقا يجي عندكم ديما وهادشي اللي كاين وهاهي كما كتشاهدو كنحاول نشفوها المرة الأولى غير واحد الشوية ماشي بزاف ومنين كنطبعو الكوش الثاني بحال ما هكايا صافي كنحاول نشفوه مزيان دابا أنا نحاول نقرب لكم نقرب لكم الطبعة وغتشوفوها كيفاش غتشبه لكم الطبعة إن شاء الله كنشفو على خاطرة غنشوفو دابا واش غادي نبغيو نطبعو بالكليشي التاني. المهم الدور ديال الفيساج كيفما كنشرح ليكم ديما راكم عارفين الدور ديالو إذا كانت شي حاجة إذا كان طلع جانا من قادش ولا شي حاجة ولا هادي راه كنحاول نقادو غير بالريبلاج كيما كنشرح ليكم ديما في الفيديو. المهم ان شاء الله ما تنساوش الفيديو هذا اللي جاي ان شاء الله غادي تستافدوا منه حسن في الطريقه اللي بغيتو تصايبوا جوج الكليشيات كيفاش تراسيهم وكيفاش تخرجوهم صراحه الله. المهم الفيديو اللي مور هذا غادي تستافدوا منه حسن ان شاء الله. المهم ها انتم هي كما كتشاهدوا معنا وليكم بعدا كاينه الطبعه هي الاولانيه شوفوا كيفاش طلعت ها انتم كما كتشاهدوا معنا هي الطبعه كتبان مزيانه خاك تعاودها مكيجيوش الحروف فيهم تزعزيع ولا شي حاجة دابا ان شاء الله غادي نحاولو نطبعو بال دابا هاي ملي جينا نقادو هاي الطبعات النجمة خصنا نزيدوها واحد شوية هكايا هاد النجمات نزيدوهم واحد شوية هنا ودونك هادي جات في الوسط مقادة نيشان وهادي عندنا طالعة واحد شوية حنا خصنا نزيدوها هكا ونهبطوها هكا غنستعملو هاد الطريقة هدا غادي نزيرو غير هاد الفيس هدا هويا بوحديتو غادي هبطها وغادي نزيدها مباشرة هاهي كيما شرحتلكم هاهي جات مباشرة نيشان في الوسط ديالها دابا ان شاء الله نحاولو نطبعو الحمر راه كليطة غير صغيرة ديال الحمر وكنتمنى من الله تكونوا كتستافدوا معنا حتى الطريقه ديال الطبع ضروري تستافدوا معنا. المهم بالنسبه للطبعات حيت كما كتشرحت لكم الطبعه الصغيره كتطبعها حتى بلاصوها 64 وهذه راه طابعه بلاصو 43 الطبعه كبيره راكم عارفين غير شويه. المهم هي راهي دابا كتبان لكم مطبوعه مزيان صراحه وكلشي راه مقبوله ولكن انا في الصراحه كتعجبني الخدمه ديال الدوكوش كطلع مشارجي اكثر وكطلع مشارجي احسن الصراحه حتى بالنسبه للكليان يصبنوها ويردوها تقال لهم ديما حيت الحاجه اللي خدمتيها متقونه احسن من التاع. هانتوما كيما كتشاهدوا معايا الخوت
انتم كما كتشاهدوا معنا. ومن بعد دابا ان شاء الله فاش دابا كيما ساليشه وهي الطبعه كتبان لكم فين يا ناضيه، وانا هادشي كنطبعهم دابا على ثلاثه ديال الطوابل غير في الفيديو، ما كنبغيش نبقى نطول عليكم بزاف، كندير طابله وحده باش يجي داكشي مزيان وصافي، وانتم المهم هو تفهموا الخدمه كيفاش دايره. وان شاء الله دابا من بعد غادي نفيكسيها غادي نفيكسيها بالمصلوح، حيت الفيكساسيون ضروري من الفيكساج، فاش كتطبع وتفيكس نشفها بحال ما هكا وهادي ضروري صافي ضروري تيبقى خاصكم باش تفيكسيو، ولا كاين اللي كيفيكسيها بالبريسه، واللي ما عندوش البريسه يفيكسيها غير بالمصلوح. المهم ان شاء الله انا نوريكم الطريقه كيفاش تفيكسيوها بالمصلوح كما شرحت لكم في الفيديوهات اللي فاتوا، غير كنحاول نعاود نجدد المواضيع باش الانسان يفهم، ولا احتاجيتو شي حاجه المهم راه من بعد ان شاء الله هذا الفيديو اللي غادي نحط لكم كما قلت لكم اللي مقسمو على جوج لوغوات كيفاش تصايبوهم بجوج ديال الكليشيات تراسيوهم واش قادوهم. من بعد من هذا ان شاء الله عندي لكم شي فيديو على بي في سي وعلى السيريكول عاوتاني ان شاء الله، وما يكون غير الخير غير حيت بي في سي والسيريكول حيت ما كنخدمش بها مزيان، هذاك الشيء علاش ما تنديرش عليها فيديوهات. وعندي لكم فيديوهات اللي بغى يطبع على الكيسان بالنسبه للكيسان ديال المقاهي وهادي بغى يكشف فيهم كافي ولا شي حاجه، عندي لكم فيديوهات اللي بغيتو تطبعوا على الكيسان ديال الزاج. والمهم كنتمنى من الله تكونوا كتستافدوا هادشي اللي كاين الخوت. السلام عليكم الخوت. المهم دابا من بعد ما ان شاء الله سالينا وطبعناهم من القدام بحال ما هكا كيما كتشاهدوا معنا هما هي، وطبعناهم من الدار ديالهم بحال ما هكا هي. المهم دابا كنتمنى من الله دابا يا ملي كتشوفوهم بحال هكا كيكونوا دابا حرشين، كتكون الطبعه باقا حرشه، ملي كنديروا فيكسيوا غادي تولي ملسه. دابا ان شاء الله غنشوفوا الطريقه ديال الفيكساسيون، كنتمنوا من الله تستافدوا معنا فيها شي اللي كاين، حيت انا كنفيكسي الملابس غير بالمصلوح، ما كنديرش بريسه، ما كنستعملش بريسه، كنخدم غير بالمصلوح. ممكن ندير هذا البابي اللي هو بابي فيكساسيون. بالنسبه للاصدقاء كيبقاو يسولوا على الاسم ديالو بالضبط، كتقول لهم غير بابي فيكساسيون شي يعطيولك، راه باين بابي فيكساسيون حيت هو عند موالين السيريغرافي، حيت هاد اللوازم هادو كاملين راه خاصين باش نلقاوهم عند موالين السيريغرافي، ما نلقاوهمش اي بلاصه اي دروغلي ولا اي محل مشينا ليه مثلا راه نلقاو عندو. دابا من بعد ان شاء الله فاش كنحاولو هكايا نطبعو نبريسيوه كنحاولو نمسحو هاد الطرف مزيان، حيت دابا تيلصق، لا خلينا نلصق راه غادي يطير لنا مع الطبعة، اللهم كنمسحوه مزيان باش ما كيبقاش لاصق صافي باش نحيدو هكا بهاد الطريقة. دابا هي الطبعة كتولي ملسا ما كتبقاش حرشة كيما كانت، و حتى بالنسبة على حساب الصابون ما كتبقاش طير نهائيا مع الصابون، حيت الا ما درناش لهاد العملية هادي ديال الفيكساسيو هكايا ما فيكسيناهاش راه ضروري مع الصابون راه ما غاديش دوم مدة طويلة، راه غادي تصبن غادي تحيد. ولكن ملي كنديرو لها هكايا كنفيكسيوها بالمصلوح راه كتولي بريو وكتولي ملسة وما كتبقاش طير مع الصابون نهائيا. المهم هادي هي الطريقة كيما كتشاهدو معانا. المهم هانتوما كنتمنى من الله تبان ليكم مزيانة، هاهي باينة كتبري هانتوما كيما كتشاهدو معانا. المهم كنتمنى من الله لعجبكم هاد الفيديو، ما تنساوش ديرو اللايك ودعمونا مع صحابكم واش بارطاجيو، وفي الصراحة هادشي حتى حنا كنديروه في سبيل الله وفضل من الله سبحانه وتعالى. هانتوما كيما كتشاهدو معانا هادي مفيكسياش، هانتوما لا لاحظتو هو معيبانش ليكم دابا البريو بزاف، ملي غادي نحيد هادي وغادي ندير هادي هيا عجبا ليكم كتبري مزيان، هاهو كلشي باين. والمهم كنتمنى من الله تستافدو معانا، ومعكم غياث منير من مدينة القنيطرة، وكيف ما ديما كنحاول نوصل لكم ديما المعلومات كيفاش تستافدو، والله يوفق كل واحد، وتانتوما دعيو معانا بالتيسير وباش ربي يوفقنا نحاول نسجل لكم فيديوهات اخرين وهادشي اللي كاين. وان شاء الله هاد الفيديو هذا اللي حاضر نحط لكم هاد السيمانه هادي راه فيه معلومات حتى هما مزيانين، راه خدام عليه هاد الايامات الصراحه باقي ما كملتوش، غنكملو ان شاء الله وغادي نحطو لكم هاد السيمانه هادي اللي جايه، وغادي تستافدو منو حتى هو مزيان كيفاش تصايبو الطريقه كيما قلت لكم جوج لوغو في جوج الوان بجوج ديال الكليشيات، والله يوفق شي واحد الله يوفق كل واحد. والمهم تبارك الله عليكم، ومعكم غياث منير من مدينه القنيطره.